أعلن بنك إيطاليا أن ديون الإدارة العامة في يونيو الماضي زادت بمقدار 30.3 مليار يورو عن الشهر السابق لتصل إلى 2948 مليار يورو حسب وسائل إعلام إيطاليا. في الوقت نفسه قال بنك إيطاليا أن الإيرادات الضريبية في يونيو بلغت 42 مليار يورو بزيادة قدرها 9.9% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2024 بلغت الإيرادات الضريبية 248.8 مليار يورو بزيادة 7.5% مقارنة بنفس الفترة من 2023.